النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. يستغفر من هو مصلي طاعة، كيف يستغفر من الطاعة؟ لا، يستغفر من النقص، لأن الإنسان عرضة للخطأ مهما كان. الرسول يستغفر الله بعد الصلاة، استغفر الله بعد الصلاة، فكيف بالذي لا يستغفر بعد الذنب؟ بحاجة إلى أن يستغفر بعد الطاعة، لأنها يحصل فيها نقص، يحصل فيها قصد لغير الله، يحصل فيها ولا يزكي نفسه. نعم.